وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية. أهلا بك فضيلة الشيخ في نشرة الثامنة. حدثنا عن أهمية مؤتمر تواصل وتكامل للنهوض برسالة المؤسسة الدينية في ظل التحديات المعاصرة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلال اليومين المحرمين يسر الله لنا سبحانه وتعالى حضور مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم الإسلامي وما في حكمها، وذلك تحت شعار تواصل وتكامل. ولا شك أن هذا المؤتمر وهو يعقد في أطهر البقاع وبجوار البيت الحرام يأخذ بعدا كبيرا وفيه أهمية كبيرة، خاصة وأنه يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وهذه الحكومة المباركة المملكة العربية السعودية برئاسة سمو العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، يولون اهتماما كبيرا بالعالم الإسلامي وبما يهمه من قضايا مهمة. وسيأتي يأتي هذا المؤتمر في وقت هام جدا يتطلب منا جميعا وحدة الصف ووحدة الكلمة وتراث الصف ومدافعة جميع أشكال الانحراف العقدي والفكري والأخلاقي. ولهذا المؤتمر حقيقة أهمية كبرى، ممكن أن نذكر منه على أهم هذه الأبعاد لهذا المؤتمر، أنه يشارك فيه أكثر من 85 دولة من العالم الإسلامي وأكثر من 150 شخصية من العلماء والفقهاء والمفكرين، يناقشون قضايا الإسلام ويخرجون بتوصيات يدعون فيها إلى الإسلام الوسطي المعتدل الذي يكافح أي نوع من أنواع التطرف والإرهاب والغلو عن الدين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المؤتمر كما جاء في شعاره تواصل وتكامل. نعم، من مكة المكرمة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، شكرا جزيلا لك.